أهلا بكم أعزائي المشاهدين. سيارة إيربود هي سيارة تعمل بالهواء المضغوط، تم إنتاجها بواسطة شركة تطوير المحركات الدولية الفرنسية MDI. تم تصميم إيربود في 3 تكوينات مختلفة، والتي ستختلف عدد المقاعد وكمية تخزين البضائع فيها على حسب الموديل، مع الحفاظ على نفس الهيكل الأساسي. تم تصميمها باعتبارها مركبة حضرية خالية من الانبعاثات. تم اختبار النماذج الأولية بواسطة شركة طيران الفرنسي الألماني KLM لاستخدامها كمركبات خالية من الانبعاثات في المطارات. في سبتمبر عام 2013 زعم أن السيارة سوف تكون معروضة للبيع ابتداء من صيف 2014 بنموذج أساسي بمدى 100 كيلومتر، يبدأ سعرها من 7000 يورو، وواحدة بمحرك سعة أكبر يستخدم بعض الوقود بالإضافة إلى الهواء المضغوط، مما يمنحها سرعة 150 كيلومتر بسعر 8000 يورو. في مارس عام 2016 قامت شركة MDI بنشر صور توضح بناء المصنع القادم في سردينيا في إيطاليا، ولكن حتى الآن لم يبدأ العمل على الإنتاج.